رضا عبد العال 15 مارس 65. طيب، هو برج الحوت، وانا شايفه ان دي سنه كويسه قوي مع رضا عبد العال، فيها مكاسب ماليه مالية؟ طيب، ماليه. إلى رضا عبد العال، مكاسب مالية، ما هو بيحلل في كل مكان دلوقتي فبيكسب. محمود الخطيب، محمود الخطيب برضو عنده ميل للعصبيه، يعني ممكن احنا يبقى، دايما بنشوفه هادي جدا، بس هو دبلوماسي بطبعه هو. ده حقيقي متحكم في عصبيته، بس هو عقرب ومن جواه في عصبي، عصبيه جامده. اوكي، حسين بس لبيب. هو من حظ، يعني اللي هيجيب له الحظ ان هو ما يظهرش عصبيته، وده شيء كويس قوي. حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، هو 14 اكتوبر 55. ميزان، انا شايفه ان هو عنده سنه برضو فيها مكاسب كبيره، مكاسب ماليه ونجاحات، بس بشروط انه يتحكم في انفعالاته ما يظهرهاش، والشرط التاني يحكم على الامور بعقله، ما يديش ودنه لحد تاني. محمد الشناوي برضو عصبيهم، مش عارفه ايه حكايتهم، كلهم عصبيين. 18 ديسمبر 88. برج القوس، ومواجهة المشتري ليه بتخليه كمان ممكن يتسرع في الغضب وفي الانفعال اكتر، فبقول له بس يحاول ان هو ما يهدى. يسيبش نفسه للعصبية، هو الجماهير كانت بتنتقده الفترة اللي فاتت علشان مستوى تراجع شوية، محمد لانه الشناوي. برضو هي مواجهة المشتري ليه تخليه مشتت ومشوش، وممكن تخليه عرضة لإصابة كمان، فلازم ياخد باله اكتر من سلامته ويحاول يضاعف تركيزه. أحمد فتوح، احمد فتوح 22 مارس 98. عنده حيرة وتردد في اتخاذ قرارات، ويعني ضروري ان هو يرتب اولوياته عشان ما يحترش كتير، لانه هيضطر يتنازل عن حاجة عشان يحافظ على حاجة اهم. طيب، اوكي، لو في تاريخ 11/11/72 تقولي له ايه؟ 11/11 ده رقم القمر. ايوه، رقم 11 ده بيخليه عاطفي وحساس ومتقلب ده المزاج. المخرج بتاعنا، خدي بالك. انا قلت عاطفي عاطفي وحساس وحساس، ومتقلب بس المزاج. احنا مش شايفينه حساس خالص، هو حازم. ما لازم يبقى، وده مخرج. ايوه، عاطفي وحساس بس هو وايه؟ من جواه حساس جدا، طيب، فاخدوا عشان بالكم ناخد من بالنا منه يعني، مشاعره. من مشاعره. طب ايوه، خلاص، كويس. ولان هي كلمه صغيره ممكن تخلي مزاجه يتقلب 180 درجه. لا، هناخد بالنا. عنده اراده قويه جدا، ذكي جدا، بس انا عايزه اشوف التوقع بتاع له، يعني هو مشتت، يعني مش قادره اقول. احنا قلنا ان هو حد عاطفي وحساس. أربعة وثمانية. طيب، مشتت، مشتت. عايز حاجات كتير في وقت واحد، ما ايوه، ينفعش أركز على حاجة حاجة علشان ما تضيعش منك الأهداف.